الواحد فخور جدا انك انت تنتمي للنادي الاهلي او تبقى لاعب في النادي الاهلي. لما تشوف الارقام تخض. يعني انت اول الانديه في انديه العالم كلها بلا استثناء انت اولهم في عدد البطولات اللي انت واخدها. انت واخد تقريبا 138 بطوله، 138 بطوله، واخد بطولات قاريه بس 21 بطوله. يعني انت تبعد بس عن ريال مدريد اللي هو اللي يسبق بخمس بطولات، هو 26 وانت 21. فالقصد اقول لك لما يجي هنا يقول لي اللاعب ده محترف، اصله رايح يحترف مش عارف في ساندرلاند، ده يحترف النادي الاهلي 41 على مستوى العالم في الانديه. ده حقيقي النادي، يعني اللي يلعب في النادي الاهلي ده فخر كبير ليه جدا وشرف كبير جدا لاي لعيب في اي حته يلعب في نادي نادي عالمي. يعني احنا النادي الاهلي نادي عالمي، ما عادش نادي محلي. صحيح. الارقام بتاعته ارقام خياليه. انت بتتكلم على 42 دوري، بتتكلم على 16 كاس، بتتكلم 11 سوبر، بتتكلم على 6 سوبر افريقي، بتتكلم على بطولات. يعني صعب انك انت تلاقي نادي ياخد هذه البطولات، ودي اللي خلته في المكانه رقم واحد عالميا. صحيح. في البطولات والانجازات ولسه يعني اللي جاي كمان افضل.